تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان عن بدء توزيع مشروع شقق التمليك بمدينة شرق الحد الذي يعد من المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن البرنامج الزمني الذي أقرته الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة إسكانية، مبينا في الوقت ذاته أن المشروع يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ببناء 40000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة. وأضاف أن عمارات هذا المشروع تتميز بموقعها الساحلي فضلا عن تصميمها الداخلي الذي يأتي ضمن التصاميم الحديثة للجيل الخامس للعمارات السكنية التي تنفذها الوزارة في المدن الإسكانية الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية بمحافظات المملكة. صراحة يعني وايد انصدمت وتفاجأت، يعني حتى ما كنت يعني وانا اشوف الرقم يعني مو متوقع ان صدق وزارة الإسكان، وما قصروا الصراحة جلالة الملك ورئيس الوزراء الله يطول في عمرهم ويحفظهم ان شاء الله لنا وتوج على راسنا ان شاء الله. والله اخويا اول شيء اشكر القيادة الله شيده على الجهود يعني اللي سووها، واشكر وزارة الإسكان يعني كما ما يفوتني، اشكر سعادة الوزير باسم الحمر. فرحتي شو اقول لكم يعني ما توصف، وفرحانه واهلي فرحانين وكل من يبارك لي حق ملكنا مشكور جزاك الله خير ويجعل ان شاء الله ايامك سعيده مثل ما فرحتنا، الله يفرحك ويطول بعمرك.